وجعلنا من الماء كل شيء حي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر. ويقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصدقة سقي الماء. لو تجعل هناك ترمس ماء عند باب دارك كبير تعبئه كل يوم، كتب لك بذلك أجر عظيم لكل من يشرب منه في شدة الحر وفي شدة العطش. سقي الماء.